كان بيقول لحضرتك بنتي ملك عمرها سنة ونص، شعرها من قدام ما فيش خالص، مش عارف اعمل ايه. سنة ونص. طيب، أولاً دورة حياة الشعر عند الأطفال غير الكبار، هي بتكون أقصر بكتير جداً جداً جداً، دي حاجة. الحاجة التانية إنه طالما الشعر الخفيف بشكل عام في رأس الطفل ده ما بيخوفش، لكن اللي يخوف إن يكون فيه منطقة مفتقدة للشعر، مش إن الشعر خفيف فيها. تمام. عشان كده أبسط حل العرض على تخصص الأمراض الجلدية، لأن دول بقى الناس اللي بيكونوا المتخصصين في الحكاية اللي زي دي. ما هو الجلد تبع الشعر، تمام، الجلد والضوافر تبع الشعر. تمام. فإحنا هنا هنشوف، لأنه في بعض الأحوال بيكون في المنطقة دي، المنطقة المشار إليها دي، سواء بقى قدام أو في الجناب أو كده، بيكون في مشكلة في بويصلات الشعر في المنطقة دي. وأحيانا تانية بيكون لا، مفيش مشكلة خالص، هو كل الموضوع إن طبيعة الشعر. طبيعة الشعر لازم نسأل طبيعة التسريح للطفلة دي بتبقى إزاي. يعني هل إحنا مثلا بنشد الشعر ده لورا، أو فاهمة قصدي؟ طبعا. لا. يعني أحيانا طرق تسريح الشعر للأطفال، ساعات الأطفال من الأول ما بيتولدوا البنات بيحط لهم التوكة الأستك العريضة دي بتنحل لوحدها، برافو تخلي عليك. الشعر اللي هي مواد بتبقى صناعية مش بتبقى قطن 100%. ده مش بس كده، ده برافو عليكي بقى، دي النقطة اللي كنت لسه أقولك عليها. كتير قوي إحنا من الأطفال وهم لسه مولودين يا فاطمة نروح حاطين اللي هو بيسموها إيه، السورتات ولا مش عارف سورتات. إيه، يحطوا حاجة كده على رأس البنت الصغيرة حتى وهي عمرها شهور. الحاجة دي يا جماعة وإنتوا بتتعمدوا إنكم تجيبوا حاجات تكون ماسكة شوية عشان ما تقعش منها، فالضغطة اللي موجودة على المنطقة دي من الشعر ممكن تضعف عملية الإحلال والإبدال الطبيعية اللي بتحصل للشعر. فلما تيجي دي تتشال نلاقي المنطقة دي ضعيفة أو منحولة أو الشعر فيها بيتساقط بسرعة. وبعد كده بتلاقي لحد ما بيكبروا بيبقى عندهم مشاكل، وتلاقي ستات كده حلوة وشعرها طويل بس عندها مشكلة بالذات في المنطقة اللي قدام في شعرها. بالظبط. أما بتروح لدكتور بيلاقي إن الموضوع إن هي بتلم شعرها جامد. بالظبط. وهي صغيرة مأثر لحد السن الكبير. بالظبط كده، بالظبط كده. فهو الموضوع زي ما بنقول في أهمية كبيرة جدا للعرض على تخصص الأمراض الجلدية، لكن في أهمية كبيرة جدا لمراجعة سلوكنا إحنا تجاه شعر بنتنا دي في التسريح والشكل العام عامل إزاي.